بخير. أنا حكون معكم إن شاء الله في كورس بحث التخرج. طبعا الكورس هذا الرمز تبعه CSCI 4108، تمام؟ هو فعليا أنت عندك مشروع التخرج مقسم لجزئين، بحث تخرج في الفصل الأول ومشروع تخرج في الفصل الثاني. في عندك ساعة بحث تخرج في الفصل الأول وساعتين في الفصل الثاني اللي هو مشروع تخرج. مطلوب منك في خلال الفصل الأول إنه أنت تعد مقترح لمشروع التخرج proposal. يبقى المخرج أنت عندك في بحث التخرج إنه أنت تعد مقترح لمشروع التخرج. الفصل الثاني بيكون مطلوب منك تنفيذ هذا المقترح، تمام؟ طيب طبعا بشكل اساسي احنا بنركز في هذا الكورس انه انا اعلمك طريقه كتابه مقترح مشروع التخرج، تمام؟ فيفترض انه انتم تشكلوا مجموعات وتختاروا مشرف، يعني معك الان من الان لغايه الاسبوع القادم انت بتشكل مجموعه وتختار مشرف. طبعا بدك تختار مجموعه، خلاص بتختار هاي، يفترض انه خلاص ما فيش تغيير بعد هيك، لانه التنقل بين المجموعات هذا الاشي مش مسموح على الاطلاق، تمام؟ وبتختار مشرف بتتوافقوا انتوا كمجموعه ومع المشرف على الفكره، وبتبدا تشتغل على البروبوزل اللي انا حاطي لك الايش السكشنز او الاجزاء المطلوب فيها في انه انت تكتبه، تمام؟ ويفترض انه المشرف انه هو يساعدك ويدلك في تحديد الفكره ومراجعه البروبوزل، تمام؟ طبعا بتحاول قدر الامكان انه انت يعني تنتقي فكره مناسبه بحيث انه انت تشتغل عليها. الان نفس المجموعه اللي انت بتشكلها في الفصل الاول ونفس المشرف حيكون معك في الفصل الثاني، يعني حتسجل مشروع التخرج وحيكون هحكي عنه، يعني انه انت حتكون تحت نفس المشرف وتشتغل مع نفس المجموعه، فبالتالي بدك تنتقي، بدك تعتبر حالك انه انت بتشتغل على مشروع التخرج من الان، تعتبر حالك انه انت بتشتغل على مشروع التخرج من الان، فبالتالي بدك تنتقي بعنايه افراد المجموعه والمشرف وتحدد الفكره، لانه خلاص الفكره هذه هي اللي انت حتشتغل عليها في الفصل الثاني. في الفصل الاول انت بيكون مطلوب منك اعداد مقترح، تنفيذ هذا المقترح بيكون في الفصل الثاني، يعني بمعنى اخر الامبلمنتيشن بيكون في الفصل الثاني ان شاء الله. هنا انت بتحكي انه شو هي الفكره، شو هي الاعمال المشابهه، شو هي المشكله اللي انت بتحاول انه انت تحلها وهكذا. طبعا المجموعات يعني تقريبا حسب تقدير الاعداد من 3-4 طلاب في المجموعه، اقل من هيك مش مسموح، تمام؟ فبالتالي انه لا، بدك تركز انه يكون في عندك 3 أو 4 في المجموعه، تمام؟ والله هذه لسه احنا بننظر فيها، يعني لسه ما حددناش انه احنا نسمح لخمسة او لا. بالمطلق بقول لك لا، لكن انه حسب الحالة ممكن اقول لك انه يعني حسب الحالة بنشوف كيف، تمام؟ طبعا هذا تقسيم الاسبوع، يعني المواضيع على الاسابيع. طبعا في الاسبوع الاول حنحكي عن introduction، في الاسبوع الثاني والثالث حنشوف انه يعني يفترض انت تبدا يعني تشتغل في تشكيل التيم. و سيب القلم يا استاذ، وتختار الفكره وتختار المشرف اللي انت بدك تشتغل معاه، تمام؟ الاسبوع الرابع والخامس انا حشرح لك ايش هي مكونات البروبوزل، اللي هي يفترض يكون في عندي ابستراكت، انترودكشن، الايديا او البروبلم ستيتمنت، الاوبجكتيف والسكوب والليميتيشنز، حشرح لك اياها هذه الجزئيات كلها ريليتد ووركس الميثودولوجي،
تمام، هذه هي اجزاء البروبوزل المطلوب انه انت يعني تسلمها. بعد ما اشرح لك اياها ممكن نحكي عن الستايل والفورماتنج للبروبوزل، وبعديها اخر شغله بدي لك هنا برزنتيشن سكيلز في الاسبوع الثامن، تمام، اللي هي انه انت كيف تعمل جود برزنتيشن، كيف تعرض الافكار تبعتك، كيف تعرض النتائج تبعتك. بعديها من الاسبوع التاسع للاسبوع الخامس عشر راح يكون في عندنا برزنتيشنز، راح اقسمكم ل يعني كل مجموعه انه هي تاخذ يعني نص محاضره، تمام، يعني في المحاضره حيكون في مجموعتين تعرض، تمام، فحيكون في عندنا الاسبوع التاسع للاسبوع الخامس عشر البرزنتيشنز للمشاريع تبعتكم، تمام. طبعا مطلوب منك انه انت تسلم نسخه درافت، هذه بدها تكون قبل الاسبوع التاسع، فمطلوب منك تسليم البروبوزال درافت قبل الاسبوع التاسع، عليها 20%، تمام. طبعا هي درافت معناها انه هي كومبليت، بس انه قابله للتعديل، لانه انت بدك تسلم الفاينل بروبوزال في نهاية الفصل وعليه 50%. هنا فيش عنا امتحانات نصفية أو نهائية، في عنا التركيز بشكل أساسي على البروبوزل. البروبوزل عندك النسخة المسودة، تمام، 20%. طبعا أنت بتعمل برزنتيشن وبدي لك فيدباك، بالإضافة للفيدباك اللي حيدي لك إياه المشرف يفترض أنه أنت تعدل في النسخة النهائية اللي عليها 50%. طبعا البرزنتيشن عليه 15%، تمام، والحضور عليه 5%، وفي عندي بعض الاكتيفيتيز والكويزز حعمل لك اياها اثناء المحاضره، هي عباره عن تمارين عمليه يعني بسيطه، تمام. يفترض انه انت الحضور، انا عندي هنا مهم في المحاضره، لازم انه انت تحضر في المحاضره عشان تعرف كيف انه انت بتم كتابه البروبوزل بشكل فعلي. في الحقيقه احنا في هذا الكورس انا بقيمش افكار، بجيش اقول انه والله فكره المشروع هذا احسن من فكره المشروع هذا، لا، انت حر في الافكار تبعتك، كل فكره بتختلف عن الفكره الثانيه. انا بقيم طريقه كتابه، يعني على سبيل المثال في عندي في الابستراكت حاجه اسمها البي والبي والام والار والسي، لو لقيتهم موجودات في الابستراكت هشرح لك اياهم ايش هم، لو لقيتهم مكتوب يعني موجودات في الابستراكت بالترتيب تاخذ علامتها، ما لقيتش ما لقيتهاش موجودة يعني خلص علامتها بتروح، تمام؟ هذه شغلة. الشغلة الثانية على سبيل المثال في الانترودكشن، يفترض أنه تكون طريقة الكتابة أنت عندك بهذا الشكل، يعني الانترودكشن يعني يفترض تكون زي هيك، تمام؟ تبدا انه وايد، بعديها بتبدا تضيق انه انت بتحكي بشكل دقيق اكثر عن المشكله، يعني انت بتبدا بشكل عام تحكي بشكل عام، بعديها بتبدا تضيق 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 لغايه لما تصل للإشي اللي انت بتشتغل فيه مباشره. يعني انت مثلا على سبيل المثال عملت تطبيق بيعمل معالجه للصور، فبتبدا بشكل عام انه بتحكي عن تطبيقات في الجوالات، بعديها بتبدا تضيق شويه انه في عندي تطبيقات في مجالات مختلفة، منها للخرائط ومنها لكذا ومنها لكذا، وبعديها تبدأ تحكي عن معالجة الصور بشكل دقيق أكثر في الانترودكشن، هنحكي عنه بالتفصيل، هورجي لك كيف تكتب الانترودكشن بهذا الشكل. فبالتالي نرجع من النقطة الأساسية، كيف أنا بقيم؟ لو أنا لقيتك في الانترودكشن أنه أنت بديت واسع، بعديها ضيقت، بعديها رجعت وسعت، بعديها ضيقت ورجعت وسعت تاني، لا هذا الكلام مش مظبوط، تخسر العلم. لازم يكون التسلسل زي هيك، انه وايد لا نرو، من واسع لا ضيق، انه انت بتحكي بشكل سبيسيفيك على النقطة او تبعت المشروع تبعك، تمام؟ حنشرحها بالتفصيل، بس انا بحكي لك برجع بركز مرة تانية انه هذه حنشرحها بالتفصيل كيف تكتبها، بس انا برجع بقول لك انا بقيمش افكار، انا بقيم طريقة كتابة. طريقة الكتابة انا حشرح لك اياها كيف، لو التزمت فيها تاخذ علامات، ما التزمتش فيها علاماتك بتضيع. ما تيجي تقول لي انا والله هيني تعبت وكاتب بروبوزل، تمام، وانت مش كاتبه بالطريقه المطلوبه، وتيجي تقول لي انه ليش علاماتي رايحه، هاي اللي بدي اياك
تاخذ بالك منه من البدايه، يعني انه تعرف طريقه التقييم عشان تعرف تجيب علامات، هاي المطلوب. تمام. السلايد حاحط لك اللينك تبعها. تمام. طبعا انت يفترض ما تتغيبش عن 50-25% من المحاضرات، هذا الكلام انت عارفه. طبعا النظام والسياسه عندنا في الكورس، انا ما بدي، انا ما بحبش التشويش في المحاضره. تمام. الموضوع انه 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 جوالك يرن، لانه العدد، يعني انه احنا في عندنا عدد في القاعه، فكل واحد اذا جواله رن بشتت الانتباه، واحنا بدناش تشتيت انتباه في المحاضره، بدنا تركيز. فعشان هيك بدك تركز انه تحط جوالك صامت. طبعا الكلام هذا للاسف بنفعش، انه لو سمحت حط جوالك صامت، ما بتنفذش هذا الكلام. فايش الحل؟ ايش الحل؟ البلاك ليست. احنا في عنا بلاك ليست. تمام. اللي برن جواله يدخل في البلاك ليست. اذا دخل بشكل متكرر معنى ذلك انه انت في مشكله، يعني ممكن استخسر فيك علامات، ممكن يعني بتدخل في النهايه معانا على السحب، على مخاسر في العلامات. تمام. هذه شغله. الشغله الثانيه انه انت تحكي مع زميلك، برضو هذا الكلام ممنوع، لانه نفس الفكره انه بيشوش علينا في المحاضره. انت اذا عندك استفسار انه انت يعني مش عارف احنا في اي سلايد واصلين، او في اي نقطه بنحكي، او النقطه هذه مش واضحه، ببساطه ارفع ايدك وارجع اسالني كمان مره، فيش عندي مانع بجاوبك. تمام. اما تحكي مع زميلك، لانه نفس الفكره، اذا هذا حكى مع زميله وهذا حكى مع زميله، بصير في عنا تشويش، وانا عندي حساسيه من التشويش في المحاضره، يعني بقدرش، مش عارف. تمام. هكيت المحاضرات اللي انت بتغيب عنها انت مسؤول عنها، يعني ما تجيش تحكي انه انا والله كنت غايب في المحاضره هذه، انه انا مش عارف كيف ايش هي البي والبي والام والار والسي، او انه مثلا عملنا كنا عاملين اكسرسايز على الانترودكشن، تيجي تقول انه والله فاتني ايش. لا، انت بدك تشوف ايش اللي احنا اخذنا، بحيث انه انت تعود بنفسك. تمام. فهي كل الكورس، يعني بعتقد انه صار واضح بالنسبة لكم. ونيجي الان لاول سلايد. انت عندك الاساتذة كلهم، بالاضافة للاساتذة اللي يعني بيشتغلوا، اللي يعني اي استاذ انه متاح، معيد لا من برا الجامعه، لا فيش مشكله. لا، وقت البرزنتيشن خلاص، يعني هم يعني بيجوا، مش قصه يعني، انه هي مره واحده راح تنعمل، فمش مشكله يعني. بالنسبه للمشرفين زي ما حكيت لك، انت عندك الهيئه التدريسيه كلهم معروفين، بالاضافه للمدرسين اللي بيشتغلوا بالساعه، كذلك انه هم متاحين انه هم انه يشرفوا عليك. تمام. فانت بتحكي مع خلي بالك، لا المشرف اللي هو، لا المشرف اللي الاستاذ اللي حيشرف عليك المشروع. فانت ممكن تختار، في حاعطيكم نموذج بتحدد فيه عنوان المبدئي للمشروع، طبعا النموذج هذا حتعبيه اونلاين يعني. تمام. وتختار فيه المشرف وتختار فيه اعضاء المجموعه. طبعا انا لازم اوافق لك على المشرف، واوافق لك على المجموعه اذا كانت انه انت اقل من 2 او اكثر من 3، لازم اوافق على هذا الكلام. طبعا لازم اوافق على المشرف، لانه كل مشرف لازم يشرف بالمعدل على مجموعتين او 3 مجموعات، لانه الفكره كذلك انه هي توزيع الاعباء على الهيئه التدريسيه. لانه لو انا اشرفت على سبيل المثال على 5 مجموعات، فعليا انا مش حفيدهم، انا كمشرف مش حفيدهم، مش حيكون في عندي وقت افرغه لهم انه انا اقعد معاهم، انه يجي يسالوني احنا نجرب هاي الفكره احسن ولا نجرب هاي الفكره احسن، او انه احنا كتبنا الانترودكشن، هل الانترودكشن صحيحه، في شيء ناقصها، ايش رايك فيها. لانه مع 5 مجموعات فعليا انا ما اكون يعني راح افقد القدره انه انا اتبع 5 بروبوزلز وراجعها، وانه التقي بافرادها، فبالتالي لا مش مسموح. احنا عندنا في الكليه انه تتجاوز الحد في الاشراف، لانه بدك تشرف، لا بدك تفرغ وقت للمجموعه اللي انت بتشرف عليها، عشان انه انت
كمشرف تقدر تعطيهم. فبالتالي أنا راح أتفحص إنه المشرف هذا اللي أنت اخترته أصلاً عنده مجموعات كتيرة أو لا. فبالتالي عشان هيك بدك تسرع بشكل يعني إنه تتحرك بشكل مبكر، تشكل المجموعة وتشوف تحكي مع مشرف، لأنه الأولوية للي بيختار مشرف أول. تمام؟ طيب نبدأ في أول. نعم. معنا وين هم؟ كم واحد؟ كم واحد؟ طيب فعليا مشروع التخرج هو عبارة عن الكابستون، حجر التتويج. انت في عندك حجر الأساس، حجر الأساس اللي هو مادة المقدمة، مقدمة في الحاسوب أو مقدمة في الحوسبة. تمام؟ فهي اللي بتفسح لك الأساس لباقي المواد، لأنه أنت بتاخد فيها خوارزميات، بتاخد فيها داتابيز، مقدمة في الداتابيز، بتاخد فيها مقدمة في الشبكات إلى آخره. فبتاخد فكرة عن كل مواضيع تبعت الاي تي. تمام؟ فهذا حجر الأساس اللي هي مادة المقدمة. في المقابل أنت عندك مشروع التخرج هو عبارة عن حجر التتويج اللي أنت فعليا تيجي بتحطه. تمام؟ انه انت عندك حجر التتويج زي هيك او هنا زي هيك، هذا عبارة عن كابستون، اخر حاجة انت بتحطها عندك في مسيرتك الاكاديمية كطالب. انه انت بتيجي بتحكي انه والله انا عملت يعني تخرجت من الاي تي وعملت مشروع تخرج كذا. فبالتالي فعليا انت بتتوج الدراسة تبعتك خلال 4 سنوات. كذلك مشروع التخرج فعليا انت بتطبق فيه النوليدج بشكل شامل اللي انت يعني درستها في ال4 سنوات. فبالتالي انت يفترض انه انت تحل كومبلكس ورياليستيك بروبلم، مشاكل حقيقيه معقده، مش زي اي مشروع اي ماده. مشروع اي ماده هو عباره عن مشروع بسيط تابع للماده وبتركز فيه على اشياء معينه، لكن في مشروع التخرج انت بتركز على عدة اشياء، بتركز على ادارة الوقت، بتركز على ادارة المهام، بتركز على مهارات الاتصال، بتركز على مهارات تقنية، انه انت بتتعلم تقنية جديدة لو انت المشروع محتاج تتعلم شغلة جديدة عشان تنجزه. فبالتالي فعليا انت بتطبق معظم اللي انت درسته في هاي المادة. فعشان هيك بنعتبره انه هو عبارة عن حجر التتويج. زي ما ذكرت لك انه بروجكت مانجمنت، مهارات تحليليه، اداره مشاريع، مهارات تحليليه، كوميونيكيشن سكيلز. فبالتالي انجازك لمشروع التخرج بنقدر انه انت نحكي انه انت صرت جاهز لسوق العمل. اذا واجهتك اي مشكله وتوقفت، معنى ذلك انه انت فعليا مش جاهز كطالب انه انت تقول انه والله انا جاهز لسوق العمل، لأنه أنت فعلياً في الشغل هتشتغل مع أشخاص أنت ما بتعرفهمش، ومش أنت بتنتقيهم. لو أنت الأشخاص هدول ما بتحبهمش، لازم يكون في عندك القدرة أنه أنت تشتغل معهم. وكذلك هنا في مجموعة مشروع التخرج، أكيد بطبيعة الحال كل يعني أفراد المجموعة مش هيجوا على عقلك، يعني مش هيجوا على مخك، أكيد في بده يكون في بعض الخلافات. تمام؟ فبالتالي بدك تشيل الشغلات الشخصية على شقة وتركز على الشغل. احنا هالجيت جايين بدنا نشتغل مع بعض، مش جايين نحكي انه انا بفكر بالطريقة هذه وانا انه انا طبعي زي هيك وانه انا زي هيك. لا، احنا بدنا نشتغل مع بعض، لانه فعليا في الشغل بعد ما تتخرج هيك الواقع. انت رح تيجي تشتغل في شركة والمدير رح حطك في تيم، والتيم هذا حتيجي تقول والله انا ما بديش اشتغل لانه التيم مش عاجبني، انتقلت لتيم تاني برضو مش هيعجبك انا متاكد، حتصير تقول لا مش عاجبني، معناها انه انت مش هتشتغل، انت مش واحد شغيل.
هذا بالنسبه للتوافق مع المجموعه. الشغله الثانيه بالنسبه للمشاكل التقنيه، انه انت اجيت واجهت مشكله تقنيه في المشروع، لازم انه انت تضلك وراها لغايه لما نتحلها، تتعلم اسلوب جديد، تضلك تقرا في الدوكيومنتيشن، تضلك تبحث على الانترنت لغايه لما تحل المشكله. استسلامك معناته كذلك انه انت مش جاهز لسوق العمل. فبالتالي هنا فعليا انجازك لمشروع التخرج فعلا بدل انه انت صرت جاهز لسوق العمل. فعشان هيك انه خلاص انه انت بدك تصير تفكر انه احنا بدنا نتخرج، بدنا نخلص، بدناش نضلنا انه نحط عوائق ونضلنا، بدنا نخلص، بدنا نتقدم. تمام. انت بدك تختار، عشان هيك انت مسؤول على الاختيار تبعك. اختار من اي قسم انت بيعجبك، ما فيش مشكلة، بالعكس حتى لو شكلت انت بيكون لازمك حدا وسائط هيو بيساعدك، لازمك حدا عنده في يعني خبرة في البروجكت مانجمنت او في السوفت وير ديفلوبمنت او في الاجايل، انه هيو موجود. فبالتالي كل مكان من اقسام مختلفة، كل مكان الفريق متكامل اكتر. ولو من نفس القسم، ما انت اوريدي درست هاي الشغلات يعني في مواد مختلفة، يعني درست، يعني انت ايش القسم تبعك؟ ايش القسم تبعك؟ وسائط. بتكون درست يعني تطوير البرمجيات في مادة هندسة الوسائط، تمام، عندك مادة إدارة مشاريع الوسائط، في عندك مواد متعلقة بتطوير الويب، مواد متعلقة بتطوير المواد الموبايل عفوا، عندك مهارات في التصميم. فبالتالي انت مريت على عدة مساقات فعليا بتديك إمكانية انه انت تشتغل مشروع، يعني لو كنت وسائط كلكم ما فيش مشكلة، تقدر انه انت تنجز مشروع اشي كويس يعني. تمام. طيب، من وين ممكن انه انت تجيب فكرة لمشروع التخرج تبعك؟ في عندك ثلاث مصادر. المصدر الاول الطالب نفسه، وهذه احنا بنشجعها بشكل كبير، لانه انت خلاص صرت مستوى رابع، بده يكون في عندك القدرة على التفكير من المواد اللي مرت عليك كلها، ومن احتكاكك في الاي تي صار في عندك القدرة انه طب ليش ما انا اعمل فكرة كذا. فبالتالي انه الفكرة تكون جاية من عندك وتقدر تقنع فيها المشرف، هذا كتير اشي ممتاز. تمام. فلازم تكون انه فكرة انه فعلا انه انت تقدر تقنع فيها المشرف وتقدر تقنع فيها بقية اعضاء المجموعة. ممكن تكون الفكرة عند واحد عند اثنين، انه يقدر يقنع فيها المجموعة ويقدر يقنع فيها المشرف. فبالتالي هذا إشي كتير بنحبه، وبدل انه انت وصلت لمرحلة انه انت صرت انه انت تقترح افكار، لانه بعد هيك انه انت ممكن تصير تشتغل لافكارك الخاصة، بدل ما انت تصير بعد ما تتخرج تشتغل للناس، يجي لك واحد يقول لك بدي اياك تعمل كذا وبدي اياك تعمل كذا. لا، انت عندك افكار ونفذها الك انت. فبالتالي انت بتمتلك منتجك الخاص، بتحطه على المتجر، تمام، او بتعمل لك ويب سايت خاص فيك انت، بيدر عليك عوائد الك انت. فبالتالي هذا اشي كتير ممتاز. الفكرة الثانية او المصدر الثاني هو من المشرفين، من اعضاء كلية تكنولوجيا معلومات، المشرفين، انه انت بتيجي انه هو ممكن انه انت تقترح عليه يقول لك لا الفكرة مش كتير، ممكن انه هو يقترح عليك فكرة اذا انت اقتنعت فيها والمجموعة اقتنعت فيها برضو، انه هذا اشي كويس، لأنه المشرف بيكون برضو في عنده احتكاك مع مشاريع سابقة كتير، وعنده احتكاك بمؤسسات معينة، أو عنده معرفة باحتياجات معينة لدى مثلا كلية تانية أو شركة أو مؤسسة معينة. فبالتالي أنه ممكن يقول لك أنه أنا في عندي فكرة كذا كذا كذا، أو في عندي بروبلم أنا بشتغل عليها، إيش رأيك أنه تشتغل هذه الفكرة؟ إذا أنت اقتنعت فيها بيكون في عندك الدافع أنه أنت تشتغلها. تمام. فهذه شغلة مهمة جدا، انه انت لازم تقتنع فيها عشان يكون في عندك دافع انه انت تنجز هاي الفكرة. المصدر الثالث اللي هو الاكسترنال بارتنرز، معنى ذلك انه انت بمعنى اخر بدك على سبيل المثال المؤسسات او الاماكن اللي انت تدربت فيها، بحكم احتكاكك فيها صار في عندك معرفة انه والله على سبيل المثال جمعية المعاقين بصريا محتاجين نظام لأرشفة الكذا،
او محتاجين نظام معين لأتمتة العمليات الإدارية، تمام، او جمعية بنك الدم او مؤسسة انقاذ الطفل او مؤسسة مش عارف ابصر ايش، بدها نظام يعملها أتمتة للعمليات الإدارية اللي موجودة فيها. وهذا انا يعني بحكي لك هذا برضو كذلك اشي كتير كويس، انه انت لو حكيت معاهم تمام وتقول انه احنا بدنا نعمل مشروع تخرج، ايش رايكم نعملكم النظام لأتمتة العمليات الإدارية، تمام، او نعملكم مثلا انه نظام محوسب لإدارة المخزون عندكم او لإدارة اي حاجة عندكم، تمام. الشيء الكويس في هذا الموضوع انه فعليا مشروعك مش حينحط على الرف، معنى ذلك انه المؤسسة هذه بعد ما انت تتخرج هيك انت بتكون اشتغلت على مشروع حقيقي، فعليا انت اكتسبت مهارة وخبرة وعملت مشروع تخرج وتخرجت، وفي نفس الوقت المؤسسة انه انت ساعدتها بانه انت تعملها نظام محافظ. بتصير بعد ما تتخرج انه والله في عندي نظام لسه شغال، هيو في مؤسسة كذا لسه بيشتغلوا عليه، فهذا بيكون بمثابة اشي كنقاط تحسب لصالحك. وهنا نفس الاشي برضو بدك تفكر في هدول المصادر، انه طالما الفكرة هاي مش حتنحط على الرف، هذه نقاط تحسب لصالحك، سواء كنت انت صاحب الفكرة، لو انت ضليتك ورا الفكرة وحتى بعد ما تتخرج انه انت تحطها على المتجر او تحطها في ويب سايت، تمام، او انه يعني المشرف انه اقترح عليك الفكرة انه في استمرارية للفكرة او مستخدمة في مكان معين في الجامعة او في مكان تاني في مكان ما. فبالتالي طالما الفكرة راح يتم استخدامها او المشروع مش راح ينحط على الرف، هذه نقطة تحسب لصالحك انه انت عملت اشي مفيد في مشروع التخرج. انت عامل وعامل فعمل مشروع فعلا الاخرين ممكن انهم يستفيدوا منه، تمام. طيب تعال فكر انت في ايش انواع المشاريع. فعليا انت لو اجيت حصرتهم في انت عندك نوعين من المشاريع، في عندك generic projects وفي عندك customized projects. ايش يعني generic applications؟ تطبيق عام زي ايش مثلا؟ زي ايش؟ زي موقع اخبار. صحيح. زي ايش مثلا؟ زي تطبيق الاوفيس. تطبيق الاوفيس هذا عبارة عن لما بدك تيجي تصممه بدك تفكر في عندك عدد كبير من المستخدمين، بدك تلبي احتياجاتهم، انه هدول مستخدمين بشكل يعني مستخدمين كتير بشكل عام، بدك تلبي الاحتياجات العامة لهم، مش مستخدمين محددين. يعني ما تجيش تقول انه والله هذا التطبيق بس لطلاب الجامعة، لا، هذا تطبيق جينريك عام، ممكن يستخدمه أطباء، ممكن يستخدمه مهندسين، ممكن يستخدمه طلاب، ممكن يستخدمه ممرضين. فبالتالي انه شريحة الاستخدام تبعته عامة، تمام. فبالتالي المتطلبات تبعته بتكون مختلفة غير لما انت تعمل كاستمايزد ابليكيشن. كاستمايزد ابليكيشن بيكون مخصص، انا والله بدي اعمل تطبيق لطلاب الجامعة، انا والله بدي اعمل تطبيق لمرضى السكر، فبالتالي انت بتختار شريحة مخصصة، تمام. فهي النوعين بشكل عام، فبدك تشوف انه انت هتشتغل اي واحد فيهم. انت في الغالب هتشتغل كاستمايزد، يعني ممكن تشتغل هذه، يعني اذا صح لك فكرة انه ممكن انه انت تكون عبارة عن اذا كانت انه يعني تطبيق انه مخصص. طيب التارجت بلاتفورم، انا بحكي على مشاريع السوفت وير، لو انت بدك تصمم. لسه ضايل في عندنا فئة تانية من المشاريع اللي هي مشاريع الوثائق، هحكي عنها. التارجت بلاتفورم انت في الغالب مش راح تطلع عن هدول البلاتفورمز. ديسكتوب، اما هتعمل تطبيق سطح مكتب، هذه الفئة من التطبيقات صارت نادرة لانه التوجه اكتر شيء صار للموبايل وللويب، عفوا للويب، تمام، لانه اكتر تو بلاتفورمز انه هي منتشرة بشكل كبير. ايش بيميز الويب على الموبايل؟ في ميزات كثيرة.
الويب ممكن تفتحه من الموبايل، انا بس انا بحكي موبايل وديسكتوب عفوا. انا ايش سالت؟ لا انا بحكي ويب وديسكتوب. ممكن يشتغل اوفلاين، بس هل قد في حدا ضل مش اوفلاين؟ يعني مين يعني في حدا ضل مش متصل بالانترنت؟ الويب عن الديسكتوب. اول حاجه مش لازم تعمل انستليشن عندك، خلي بريحك من قصه الانستليشن. مثلك تستخدم تطبيق الويب خلاص افتحه من البراوزر، طالما عندك براوزر تقدر تشغله، هذه ميزه. الميزه الثانيه ايش؟ انه انت مش ببلاش، لا ممكن يكون بفلوس، انه انت فعليا لغيت البلاتفورم. لغيت البلاتفورم، لانه انت لو بدك تشتغل ديسكتوب هتشتغله ويندوز او لينكس او ماك، لكن اذا ويب خلص تقدر تفتحه من اي بلاتفورم. فعشان هيك الويب صار فعليا بتفوق على ديسكتوب، بيريح في الشغلات هذه بشكل كبير. فبالتالي انه فعليا التوجه اكثر شيء للموبايل وللويب. كذلك الويب انه انت ممكن تعمله ريسبونسيف يشتغل على الموبايل، تمام. كذلك تطبيقات الموبايل انه منتشره بشكل كبير، لانه الان ما فيش حدا ما عندوش موبايل ديفايس، تمام. فبالتالي هذه هي التارجت بلاتفورم. في عندك يعني بلاتفورمز انه انت ممكن انه انت يعني جديده غير اللي مرت عليك سابقا، اللي هي زي الراسبيري باي والاردوينو، عارفين هذه الاجهزه؟ يعني هذه هي حجمه زي هيك، عارف قديش حجمه هذا؟ زي كف ايدك بالضبط. فبالتالي انت فعليا ممكن تعمل تطبيق يتحكم بشغلات معينه. وين الشغل؟ وهذا عباره عن جهاز متكامل، يعني في سي بي يو رام وديسك يعني بس هذه الوحدات، هذا مخرج الاتش دي ام اي تبعه، فبالتالي ممكن تشبكه على الشاشه، هذا كرت الشبكه، ممكن تشبك كيبل، هذا هنا يو اس بي تشبك كيبورد وماوس، هنا المايكروفون والسبيكر، هنا زر الباور، زر ال يعني مايكرو يو اس بي زي الجوال بالضبط، تمام. فبالتالي هذا عباره عن جهاز متكامل، ممكن تشغل عليه ويندوز، ممكن تشغل عليه لينكس، وممكن تشغل عليه برامج هاي يعني برمجيات هاي ليفل زي البايثون او جافا. انت اكيد اخذت يا بايثون يا جافا، فبالتالي ممكن تكتب كود بالهاي ليفل، تمام. ايش ممكن تعمل تسوي؟ شايف هدول البنز للكنترولر بالضبط. فبالتالي انت بتاخذ سنسورز وبتاخذ يعني انه بترسل اشارات تحكم من خلال هدول البنز، فبالتالي انت فعليا بتقدر تسوي تطبيقات كثيره، زي مثلا انه انت تتحكم انه في الاضاءه تفتح او تطفي، او تتحكم في شغلات كثيره زي هيك، في المكيف يفتح او يطفي زي هيك، تمام. او تتحكم في البيت عن طريق الانترنت بالضبط، تمام. فكويس برضو انه انت تنوع وتختار مشاريع من هالنوع يعني، تمام. بالاضافه لمشاريع الوسائط المتعدده، مشاريع الوسائط المتعدده ممكن يكون في عندك انتاج لفيلم قصير، تمام، او انه انت تعمل مثلا ويب سايت، او انه انت تعمل مثلا فيلم كرتون انيميشن، او تعمل جيم. فعليا الجيم حتشتغل على واحده من البلاتفورمز هذه، يا اما موبايل يا اما ديسكتوب او ويب. ممكن تستخدم اليونيتي، واليونيتي بتصدر لك على مالتيبل بلاتفورمز، تمام. طيب ايش في عندك افكار مشاريع تخرج؟ في عندك افكار كثيره، يعني انه انت ممكن انه انت تتناقش فيها مع المشرف. بالنسبة لاختيار المشرف، خلينا نحكي بالنسبة لاختيار المشرف. المشرف بدك تختاره بعناية، وبده يكون عندك معرفة ايش واجباتك وايش واجباته. واجبات المشرف انه هو يفترض انه يساعدك في اختيار الفكرة، تمام، ويفترض انه يقيم التقدم تبعك طول فترة المشروع، تمام،
ويساعدك في إعداد البروبوزل. وهذه الشغلة إنه أنت لازم تاخد بالك في يعني تاخد بالك منها، ما مش معناته إنه أنت اخترت مشرف خلاص حيشتغل معك الفصل الثاني، لا بيشتغل معك من الآن. يفترض إنه هو يقيم لك البروبوزل، يقرأ لك إياه ويراجع لك إياه. أنا حقيم طريقة الكتابة، حشوفها حسب ما أنا أعطيتك أو لا، لكن إنه الانترودكشن مراجعتها يفترض إنه تكون هي عند المشرف. فيفترض إنه أنت يكون في عندك لقاء أسبوعي مع المشرف، تمام، بحيث إنه أنت تشوف تتبع معاه إيش صار معك في المشروع، تعطيله الانترودكشن هذا الأسبوع، يرجع لك إياه الأسبوع الجاي زي هيك، تمام. متقعش في غلطة إنه أنت على سبيل المثال انت عندك الدرافت تبع البروبوزل قلت لك تسليمها يوم كذا، تروح انت تسيب حالك لليلة التسليم وتروح تعدل البروبوزل وتروح تبعته للمشرف رجع لي اياه. ما هو لازم يكون في عنده وقت عشان يرجع لك اياه، فبدك تدي له فرصة عشان يرجع لك، عشان تقول انه والله انا المشرف رجع لي. لانه في اخطاء كثيرة انت ممكن تقع فيها، هو ممكن انه ينبهك لها بدل ما انت تسلم وتخسر علامات، تمام. كيف؟ تمام. طيب ده الاخر شغلة انه انت كيف تختار الفكرة. اول حاجة ممكن تختار الاريا. انا والله بدي اشتغل على الفي ار فيرتشوال رياليتي، هذه اريا، بس ايش في الفي ار لسه مش عارف، هذا اسمه اريا، تمام. فبالتالي يفترض انه في الفي ار انه انت تشوف لك مشكلة، تمام، وفي المشكله هذه تحاول انه انت تعمل بروبوزل او تعمل المشروع على هذه الفكره زي هيك. او انت مثلا تيجي تشتغل، والله انا بدي اشتغل في الايمج بروسيسنج. ايش في الايمج بروسيسنج؟ في عندك مواضيع كثيره. يفترض انه هنا من خلال البحث انه انت توجد بروبلم معينه، تمام، وانه انت تختارها وتشتغل عليها. هذه هي الاليه بهذا الشكل، تمام. هيك احنا بنكون خلصنا اول جزئيه، والمحاضره الجايه ان شاء الله نبدا في البروبوزل. وزي ما حكيت لك انه انت بدك تبدا تتحرك الان، تختار مجموعه وتختار مشرف، تمام. في اي سؤال؟ يعطيكم العافيه.